أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضالة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقط قيوبنا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا وذنبانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا بلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة
اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونه تلونه إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آلهم وأولادهم وأزواجهم وأصحابهم وأتباعهم وجميع ذرياتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة